عسلامة، زيد مهدي عازف عود تونسي. جيت اليوم باش نحكي لكم على العود هذا اللي خدموا عمل لطفي بالاصفر، عبد اللطيف بالاصفر اسمه، احنا عايطوا له عمل لطفي. العود هذا مخدوم حسب التقريب او نقولوا احنا لقياسات نفس قياسات تاع العود تاع 19 سيكل، كيما عود خماس ترنان اللي هو جينا القصعة والقياسات بتاع المساتر واللي ماتيريو يوتيليزا يعني عموما في العود، نفس العود بتاع اللي نلقاها في القرن 19 و20. احنا علاش نقولوا هكا؟ خاطر كيما العواد اللي موجودين في المتاحف مثلا في هورنيمان ميوزيم في لندن ولا في تونس في النجمة الزهرة، عندنا بعض القطع اللي تقريبا خذينا نفس القصعة هذه، قالب القصعة والقياسات. زياد المهدي اثنين، وقعد كما قالها تركيبة القالب نتاعو يعني في الوسط تاع العود التونسي، عملنا القالب اللي كما قالها موجود من التصاور نتاعو هذيك من لندن، وخرج كما قالها القالب اللي هو معناتها الشكل نتاعو في الخنفوت، قعدنا فيها اثنين، واعتراف اثنين، ومطلوب كما قالها ما بين تونس والجزائر هذيك اثنين. وخلاف المقولة عنك اليونيك نتاع نقول احنا في الكلمة مسدين التراث تاع المالوف اللي في فرنسا اثنين. خدمة معناتها تقريبا شبه مندثرة يعني، قلة الناس اللي تاخذ في الحاجة هذوما. علاش جات الفكرة بتاع العود هذا؟ خاطر جينا نشوفوا انه العواد اللي نقولوا احنا اللي موجودين اليوم في تونس وحتى في الجزائر، خاطر تقريبا يعني في شرق الجزائر وفي تونس نعصفوا نفس العود العربي نسميوها في تونس ولا في الجزائر سموها عود عربي. مع اختلافات في طريقة العصف وفي الفلاوتة. جينا نشوفوا لقينا انه العواد اللي موجودين قياساتهم مختلفين، وحتى الفورما نتاعهم كي تعصف عليهم تلقى فورما اخرى وصوت اخر مش كيما الصوت اللي احنا سمعناه في التسجيل القدم. دونك قلنا خلينا نجربوا ناخذوا القياسات القدم نعاودوا نفس القالب نفس كل شيء شنو يعطي صوت وراكم باش تسمعوا.